السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل الأسئلة المقالية على الدرس الرابع تفاضل، وهو مشتق دالة الدالة أو قاعدة السلسلة زي ما احنا بنسميها. طبعا نزلنا شرح الدرس وقلنا كل أفكاره وقسمناه لثلاث أجزاء مهمين جدا جدا، وحلينا تمارين اخطر وشرحنا بالتفصيل وامتى نحل بكذا طريقة، وحلينا بطريقة سهلة والطريقة بتاعت الدرس. قلت له ما هو ما أكبرنيش في الامتحان ان انا اشتغل بقاعدة السلسلة او مشتق دالة الدالة، انا ليا حرية الاختيار ان انا ابسط الدالة بتاعتي، لان في الاخير هوصل لنفس الناتج. كل ده انا شرحته في الشرح وفي اختر، وهتلاقيني برضو بستخدمه باذن الله النهاردة في حل الاسئلة المقالية. لو انت اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو طبعا عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. طبعا الناس اللي محتاجه ملزمه الشرح الخاصه بيا موجود رقم في وصف الفيديو، كل اللي عليك هتبعت له رساله واتساب هيقول لك كل تفاصيل الملزمه، هي مبلغ رمزي بسيط جدا جدا. يلا نتوكل على الله ونبتدي في حل التمارين بتاعتنا. طيب السؤال الاول يا باشمهندس بيقول لي اوجد د ص د س، يعني انا عايز قيمته المشتقه. وخلي بالك هنا ما اجبرنيش ان انا استخدم قاعده السلسله، انا في بعض المسائل هيبقى اسهل لي ان انا استخدم قاعده السلسله، ولكن في البعض التاني هيبقى سهل بالنسبة لي ان انا استخدم التعويض. ازاي؟ يعني دي صاد يا باشمهندس، تمام كده، وهو الوقت عايز دال صاد دال سين، يعني عايز علاقة فيها صاد وفيها سين، فكل اللي انا هعمله هشيل العين دي يا باشمهندس واحط قيمتها. يبقى انا هكتب العين بقى هنا 3 سين تربيع ناقص الاتنين، وما تنساش ان الكلام ده كله تربيع، وهبدأ اشتق عادي جدا بقى دال صاد دال سين. هيبقى الاس ينزل يبقى 2 في القوس اكتبه زي ما هو بالظبط، وما انساش ان هي مشتقة ما بداخل القوس، مشتقة ما بداخل القوس اللي هي 2 في 3 ب 6 يبقى 6 س، يبقى الكلام ده هيساوي للتبسيط 2 في 6 يبقى 12 س مضروب في 3 س تربيع ناقص 2. خلي بالك هو عايز الكلام ده عند س بيساوي 2، تمام، يبقى دي 12 في 2 ب 24، بعد كده 3 في 2 تربيع اللي هي ب 4، 3 في 4 ب 12 ناقص 2 يبقى 10. 24 في 10 يبقى 240. اتفضل الحل بتاعك، وكده بعدنا عن قاعدة السلسلة خالص، والحلين هيوصلوك لنفس الناتج بتاعك، تمام كده؟ تمام. رقم 2 بيقول لي وبص لو انت محتاج قاعدة السلسلة كده كده هتلاقيها في الإجابات بالتفصيل، إجابات كتاب المعاصر، إنما الطريقة دي هتلاقيها مختلفة عن الإجابات الخاصة بكتاب المعاصر، تمام؟ تمام. طيب رقم 2 بيقول لي ص بتساوي ن اس 7، انا واضح برضو دي داله كسيره حدود. بص هي طول مش هي ماهيش كسر ولا فيها جذر، يبقى بالنسبه لي ان انا سهل اللي اعوض بيها. يا باشمهندس ده اس 7 عادي جدا، ليه؟ هقول لك دلوقتي، ادي الصاد اهي، هشيل العين واكتب س اس 3 زائد 2 س تربيع ناقص 4، الكلام ده اس كام؟ اس 7. طيب ماشي، ادي د ص د س هيساوي، نزل الاس اللي هو 7 واكتب القوس زي ما هو وقلل من الاس 1 يبقى في 6 في مشتقة ما بداخل القوس. طبعا ال 3 هتنزل يبقى دي 3 س تربيع، وال 2 هتنزل هنا يبقى 2 في 2 ب 4 س، ومشتقة السالب 4 بصفر بس خلاص، يبقى هتساوي 7. هو عايز لما س بيساوي 1 يبقى دي 1 تكعيب ب 1 زائد 2 في 1 تربيع برضه ب 2، لان هي 2 في 1 يعني، ناقص 4 الكلام ده اس 6 في 3 في 1 تربيع ب 3 زائد 4 في 1 ب 4، تمام كده؟ 3 زائد 4 7، 7 في 7 يبقى دي 49 في 1 و2 3، 3 ناقص 4 تبقى سالب 1، سالب 1 أس 6، سالب 1 وأس زوجي يبقى موجب 1 في 49 يبقى 49، يبقى الكلام ده هو بيساوي 49، ويبقى أنا ريحت دماغي خالص. اللي بعده رقم 3 بيقول لي ص بتساوي الكلام ده أهو وع بتساوي الكلام ده أهو، تمام، ما سهلة برضه إن أنا أعوض. إزاي؟ ادي ص بتساوي، اشيل العين واحط س ناقص الواحد، الكل اس كام؟ الكل اس 3، بس ما تنساش ان العين دي كلها اس 5 زائد 3. دي ممكن نبسطها اكتر، ص بتساوي س ناقص الواحد والاسين فوق بعض تضربهم في بعض، 3 في 5 بكام؟ ب 15 زائد 3، بقت سهله جدا جدا. او سيبها هنا، خلينا نكمل هنا، د ص د س، نزل الاس اللي هو 15 افتح قوس، يبقى س ناقص 1 تكتبها زي ما هي، قلل الاس 1 يبقى 14، فمشتقة ما بداخل القوس 1 ومشتقة ال 3 بصفر، تمام. هو عايز عند س بيساوي 2، يبقى دي 15 في 2 ناقص الواحد الكل اس 14، 2 ناقص 1 1، 1 اس 14 ب 1، 1 في 15 بتساوي 15، ده كده كلام جميل جدا وزي الفل، وبيبسط عليا طرق الحل زي ما انت شايف، تمام كده؟ تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟
بيقول لي ص بتساوي عين تكعيب زائد عين ناقص 2 والعين بتساوي كذا. طيب ما دي سهلة برضو ان احنا نعوض عن العين، تمام كده، او نشتق براحتك، والله الاتنين اسهل من بعض. تمام. تيجي نشتغل واحدة سلسلة، تعالى نشتغل واحدة سلسلة. اول حاجة انا هجيب ده الص ده العين، ليه؟ لان المتغيرين هما ص وعين، هتطلع ايه؟ 3 عين تربيع زائد مشتقة العين بواحد، لان انا بشتق بالنسبة للعين. طيب د عين د س هتساوي، هتبقى بالنسبة لي 2 س ناقص س اللي هي سالب واحد، تمام كده؟ تمام. وبيقول لك عند النقطة صفر وسالب 2، يعني الس بكام؟ يعني عند الس بتساوي صفر، يبقى هو حدد لي عند الس بتساوي كام؟ بتساوي صفر. طيب دي 3 عين تربيع اللي انا ممكن اكتبها 3 اهي، واشيل العين دي وتبقى س تربيع ناقص الس الكل تربيع زائد واحد. ما هي دي؟ هي دي، تمام كده؟ طبعا المشتقة بتاعت السلسلة حاصل ضربهم، يعني 2 س ناقص الواحد في الكلام ده اللي هو 3 س تربيع ناقص الس الكل تربيع زائد الواحد، تمام كده؟ خلي ده قوس كبير، بس كده. عوض بقى عن الس بكام؟ بصفر. طبعا ده هي صفر ناقص صفر هتروح في 3 بصفر خلاص، ودي 2 في صفر بصفر، يبقى ده عبارة عن سالب واحد في موجب واحد، يعني الكلام ده بيساوي سالب واحد، تمام كده؟ تمام. اللي بعده بيقول لي ص بتساوي جذر عين، تمام، وعين بتساوي كذا، تمام. لو انا شلت العين وعوضت بيها هيدي لي جذر ومقام وبسط وكلام كبير، فالاسهل هنا قاعده السلسله، شفت؟ يبقى انا بوظف مسالته وبعرف الاسهل ايه، تمام. طيب تعالى نجيب الدال ص د عين، طبعا دي جذر، شرط الكسر واتنين الجذر، يبقى اتنين جذر عين، والبسط مشتقة ما بداخل الجذر اللي هو واحد، يبقى هنا واحد، تمام كده؟ تمام. هبدا اجيب د عين د س، تمام. طبعا دي بالنسبه لي كسر، يبقى دي بكتب المقام تربيع، داله كسريه يعني القسمه، وهنا بالنسبه لي بكتب المقام اللي هو س زائد واحد في مشتقه البسط اللي هو بواحد، ناقص البسط اللي هو س ناقص 2 في مشتقه المقام اللي هو عامل الس بواحد، تمام. تمام. ده هتساوي، بص بقى معايا، ده س زائد واحد ناقص س زائد 2، س ناقص س هتروح، واحد ناقص ناقص 2 يعني واحد زائد 2، يبقى دي 3 على س زائد الواحد الكل ايه؟ تربيع. دي كده دي ودي كده دي. هو عايز عند س بيساوي 3، يبقى انا هعوض بالاثنين، تمام كده؟ هضربهم في بعض، يبقى دي واحد على ادي 2 جذر العين. تعالى بقى نشيلها ونحط ايه؟ او بدل ما تشيل العين ممكن تجيب قيمتها على طول، ازاي؟ ما انت عايز س بتساوي 3، يبقى 3 ناقص 2 1 على 3 زائد 1 4، يعني 2 جذر الربع من الاخر، تمام كده؟ في المشتقه الثانيه اللي هي ده اهي 3 على عوض عن السين بكام؟ ب 3، 3 زائد 1 يبقى بالنسبه لي 4، 4 تربيع بكام؟ ب 16، تمام كده؟ تمام. جذر الربع بنص، 2 في نص بواحد، يبقى ده بواحد، يعني الناتج هيبقى في الاخير 1 في 3 على 16 اللي هو 3 على 16، وشكرا على كده، تمام كده؟ تمام. اللي بعده رقم 6، طبعا دالتين كسريتين، فالاسهل بالنسبه لي قاعده السلسله، تمام؟ تمام. طبعا التعويض هيكبر منك جدا يعني. طيب د ص د هنا المتغير عين، تمام، هيساوي، ركز بقى معايا كده، هبدا يا باشمهندس اعوض، ادي المقام تربيع واكتب المقام فوق في مشتقه البسط اللي هو بواحد ناقص البسط اللي هو عين ناقص الواحد في مشتقه المقام اللي هو برضو بواحد، تمام. طيب ماشي، ممكن نبسط دي، ادي المقام بالنسبه لي عين زائد الواحد الكل تربيع، وهنا عين ناقص عين هتروح، واحد ناقص ناقص واحد يعني واحد زائد واحد بموجب كام؟ بموجب 2، ماشي. دي الأولى، د عين د س اللي هي التانية، ما هم متغيرين عين وس، هكتب المقام تربيع، يبقى س ناقص الواحد الكل تربيع، هكتب المقام فوق في مشتقة البسط بواحد ناقص يا باشمهندس البسط اللي هو س زائد الواحد في مشتقة المقام اللي هي برضه بواحد، ممكن نبسط دي، يبقى دي س ناقص الواحد الكل إيه؟ الكل تربيع. طيب هقول هنا بقى س ناقص س هتروح، سالب واحد ناقص واحد يبقى سالب ايه؟ سالب 2. عشان اوصل ل د ص د س هضرب الاثنين دول في بعض، صح؟ عشان د العين د دي د ص د العين ودي د العين د س، فدي هتروح مع دي، يفضل لي د ص على د س. طب انا عايز قيمه العين لما س بتساوي 2، ممكن اجيبها من هنا على طول، هيبقى 2 زائد 1 3، 3 على 2 ناقص 1 يعني قيمتها، او ممكن اكتبها بجنب كده ان العين بتساوي 3 كام؟ 2، 2 زائد 1 3 على 2 ناقص 1 يعني 3، تمام كده؟ تمام. يبقى العين ده ب 3، يبقى دي 2 على 3 زائد 1 4، 4 تربيع ب 16 في هنا هيبقى سالب 2 على هنا السين ب 2، يبقى 2 ثواني، لا احنا بنعوض عن السين ب 2،
اه لا احنا جبنا قيمة العين هي اللي ب3، خلاص هنا بنعوض على السين ب2 عادي جدا، يبقى 2 ناقص 1 1، 1 تربيع ب1 يعني سالب 2 على الواحد، يعني دي بالنسبة لي 2 في سالب 2 يبقى سالب 4 على 16، ممكن نقول على الأربعة في الواحد يعني سالب واحد، على الأربعة في الأربعة يبقى سالب ربع، يبقى الإجابة بتاعتي سالب ربع. تمام كده؟ تمام. رقم 7 بيقول لي صب بتساوي عين تربيع ناقص عين زائد واحد، والعين بتساوي الجذر التكعيب لسين ناقص الواحد الكل تربيع عند س بيساوي 2. طيب ماشي، لو انا جيت فكرت اعوض عن العين هتكبر مني، فاعتقد الاسهل قاعده السلسله. تمام كده؟ تمام. تعال نجيب د ص د عين، هتساوي هنا نزل الاثنين يبقى 2 عين ناقص العين اللي هي مشتقتها بكام؟ بواحد. تمام كده؟ تمام. دي اول واحده. طيب بعد كده يا باشمهندس هجيب د عين د س. في الاول هظبط دي هتبقى ازاي؟ هتبقى عين بتساوي، هكتب القوس اللي هو س ناقص الواحد، الأس اللي جوه على اللي بره يبقى 2 على 3. تمام كده؟ لما اجي اشتقها بقى هتبقى 2 على 3، واكتب القوس س ناقص الواحد واقلل منه واحد يبقى 2 على 3 ناقص واحد اللي هي سالب 1 على 3. تمام كده؟ تمام. طيب عايز اوصل للعين، اقول له عين اهي عندما س تساوي 2، ممكن نعوض هنا بدل ما اشيل العين واحط الكلام ده، فاعوض هنا على طول يبقى 2 ناقص 1 1، 1 تربيع ب1، الجذر التكعيبي ل1 ب1، يبقى اعرف ان عين هنا اهو عندما س بتساوي 2 بتساوي 1، يعني العين ده هي ب1، لما اجي اضربهم في بعض يبقى 2 في 1 ب2 ناقص 1 يبقى دي 1، في هضرب في ده بقى يبقى دي 2 على 3، في هنا 1 ناقص الواحد صح كده؟ لا احنا بنعوض عن س ب2، 2 ناقص 1 يبقى 1 اس سالب تلت. تمام كده؟ تمام. طيب ماشي، 1 اس اي حاجه ب1، في 2 على 3 يبقى 2 على 3، يبقى الكلام ده هو ب2 على 3. تمام كده؟ يبقى احنا يا باشمهندس المثال سهل وبسيط جدا جدا وشرح نفسه، اهم حاجه بس ان انت تمشي بالخطوات اللي انا قلت لك عليها دي، هيبقى الموضوع سهل جدا معاك. تمام كده؟ تمام. تعال نشوف اللي بعده. رقم 2 بيقول لي عايز مني د ص د س في كل مما ياتي برضه. حاضر. طيب العين بتساوي 5 على س. طيب لو انا شلت العين دي وحطيت 5 على س عادي جدا وسهله، ازاي؟ ادي ص بتساوي 3 في عين تربيع، الخمسة تربيع ب25 وبعد كده على السين تربيع ناقص ايه؟ ناقص الواحد، مفيش فيها مشاكل. يعني ممكن نبسطها بتساوي 75 على سين تربيع اللي هي سين اس سالب 2، طبعا ناقص واحد، بس خلاص. يبقى د ص د س بتساوي، اضرب السالب 2 في ال 75 يبقى سالب 150، وادي السين قلل اسها واحد يبقى سالب 3، ومشتقة السالب واحد بصفر. لو انت عايز تظبط دي يبقى السالب بره اهو، وادي ال 150 ونزل السين تحت بالموجب، يبقى سالب 150 على س اس 3. تمام كده؟ وبس كده مسألتك خلصت. اللي بعده بيقول لي ص بتساوي الجذر التكعيبي العين، ومعايا عين كلها، دي اسهل برضو ان احنا نحلها بالتعويض. ازاي؟ بص بقى معايا، ادي الجذر التكعيبي اهو، وهشيل العين واحط س تربيع ناقص 3 س زائد 2. طيب ماشي، يبقى ص بتساوي ايه؟ س تربيع ناقص 3 س زائد 2 الكل اس ايه؟ الكل اس 2. بعد كده بالنسبة لي د ص د س هيساوي، ركز بقى معايا، قال التلت هينزل، وبعد كده س تربيع ناقص 3 س زائد 2، وقلل من الأس 1 يبقى سالب 2 على 3، وما تنساش في مشتقة ما بداخل القوس اللي هي هتبقى 2 س ناقص 3. يبقى دي كده الشكل بتاعي، بس أنا عايز أظبطه شوية أخلي إيه شكله محترم زي ما إحنا بنقول. ماشي؟ ماشي. البسط بالنسبة لي مفيش منه مشاكل، هيبقى 1 في 2 س ناقص 3، يعني 2 س ناقص 3. المقام بقى عندك ال 3، وعندك بص هتكتب السين تربيع ناقص 3 س زائد 2، هيبقى اسها المفروض 2 على 3، قلنا ده الاس اللي جوه على الدليل بتاع الجذر، يبقى الدليل بتاع الجذر الجذر التكعيب، والاس اللي جوه تربيع، يبقى تقوم عامل كده تربيع، يبقى هو ده شكلها النهائي بتاعي. خلاص كده؟ ويبقى انت كده ظبطتها وخدت درجتك كامله بامر ربي. تمام. اللي بعده رقم 3 بيقول لي ايه يا باشمهندس وركز لي كده فيها، بيقول لي ص بتساوي عين زائد واحد على عين، وقال لي س في عين بيساوي واحد. تمام كده؟ طيب مش انا عايز اشيل العين ده، يعني عايز اشيل العين. طب ما انا ممكن اقول ان هنا ان عين بتساوي، لو انا قسمت الطرفين دول على س بالشكل ده، دي هتروح مع دي، يبقى العين بكام؟ بواحد على س، واحل بالتعويض، يبقى ص بتساوي العين اللي هي واحد على س زائد واحد على عين اللي هي بص كده واحد على واحد على س، مقام المقام بسط، يبقى ده هتبقى بالنسبة لي واحد على س زائد س بس خلاص، يبقى د ص د س. وتعالى للتبسيط كمان، واحد على س ده اهي اللي هي س أس سالب واحد زائد ايه؟ زائد الس.
ادي هنزل السالب واحد واكتب السين واقلل الاس واحد يبقى سالب اتنين، ومشتقه السين بموجب واحد. طيب هظبطها شويه، يبقى دي سالب بره اهو وادي الواحد، والسين هتنزل تحت موجبه يبقى سين تربيع زائد واحد، يبقى دي سالب واحد على سين تربيع زائد الواحد، وكده المساله بتاعتك خلصت. تمام كده؟ تمام. اللي بعده بيقول لي ص بتساوي الكلام ده، برضه هنا سهل التعويض جدا يا باشمهندس. ازاي؟ ص تساوي، هشيل العين واحط دي، خلي بالك جذر تربيع يبقى هشيل الجذر، يبقى دي 2 س زائد الواحد، برضه جذر تربيع هشيل الجذر يبقى 2 س زائد الواحد وكمان موجب واحد، يبقى دي هتساوي 2 س زائد الواحد، وهنا يبقى بالنسبه لي يا باشمهندس 2 س زائد 2. دي كده بالنسبة لي مين يا باشمهندس؟ دي كده بالنسبة لي الص. تعال اشتق دالة كسرية عادي جدا جدا، يبقى د ص د س هيساوي المقام تربيع، يعني 2 س زائد الاتنين الكل ايه؟ تربيع. واكتب المقام 2 س زائد 2 في مشتقة البسط اللي هي ب 2 ناقص البسط اللي هو 2 س زائد الواحد في مشتقة المقام برضو اللي هي كام؟ اللي هي 2. الموضوع ده محتاج تبسيط شوية. د ص على د س، 2 س في 2 ب 4 س، 2 في 2 بموجب 4، سالب 2 س في 2 يبقى سالب 4 س، سالب 1 في 2 بسالب 2. الكلام ده على، ممكن ناخد الاثنين عامل مشترك فهتطلع 2 تربيع يعني 4، ويفضل لي هنا س زائد الواحد الكل تربيع. ال 4 س مع السالب 4 س، 4 ناقص 2 يبقى موجب 2، على هنا بالنسبة لي 4 في س زائد الواحد الكل تربيع. تمام كده؟ على 2 فعل 1 على 2 فعل 2، يبقى الكلام ده كله صفصف على 1 على 2 في س زائد الواحد الكل تربيع، هي دي كده قيمة المشتقة بتاعتي. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام وزي الفل. تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي أوجد المشتقة الأولى، ده تدريب على مشتقة القوس، تدريب على مشتقة القوس والجذر تقريبا. تمام؟ تمام. طيب يلا بينا. المشتقة الأولى اللي هي ص شرطة بقى. تمام؟ أو ده لص ده لس لأن هي بالنسبة للس. بص يا باشمهندس، هننزل الأس اللي هو 12 ونكتب القوس زي ما هو ونقلل من الأس 1 يبقى 11، فمشتقة ما بدخل القوس اللي هو 1 يبقى دي كده خلصت. رقم 2 ص شرطة بيساوي، هنزل الأس وأكتب القوس زي ما هو وأقلل من أس 1 فمشتقة ما بدخل القوس اللي هي سالب 3، يفضل تقوم كاتب بقى سالب 3 في الخمسة، يبقى سالب 15 في 1 ناقص 3 س الكل أس 4. رقم 2. رقم 3 نفس الفكرة، ص شرط، نزل الأس اللي هو 6 في تكتب القوس زي ما هو وتقلل أس 1 في مشتقة ما بدخل القوس اللي هو 2 س، اضرب ال 2 س في ال 6 يبقى 12 س في س تربيع ناقص 3 الكل أس 5، ويبقى كده مسألتك خلصت. رقم 4 نفس الفكرة، ص شرط بتساوي، نزل الأس اكتب القوس زي ما هو 3 س تربيع ناقص 4 س زائد الواحد، قلل الأس 1 في مشتقة ما بدخل القوس 2 في 3 يبقى 6 س ناقص 4. تمام كده؟ تمام. لو أنت عايز تكتب دي تمام، عايز تسيبها قوس والله عادي جدا مش هيقول لك حاجة. يعني إيه؟ لو عايز تسيبها زي ما هي كده تمام، عايز تكتب مثلا 4 في 6 س يبقى 24 س، و4 ناقص 4 يبقى سالب 16 في 3 س تربيع ناقص 4 س زائد الواحد الكل أس 3، الاتنين صح. تمام كده؟ تمام. تعالى نشوف اللي بعده. رقم 5 نفس الفكرة، نزل الأس واكتب القوس زي ما هو وقلل من الأس 1 يبقى 9 في مشتقة ما بدخل القوس 3 في 6 يبقى 18 س تربيع، وهنا المعامل اللي هو موجب 3. عايز تسيبها كده والله صح. تمام؟ اسمع كلامي كده بالنسبة لي خلصت. اللي بعدها بقى يا باشمهندس ركز لي فيها، تعالى بس نظبط الصاد قبل ما نشتغل. يعني ده هتبقى س تربيع 1 على س تربيع اللي هو س اس سالب 2 الكل اس 7. تمام كده؟ يبقى الصاد شرطه بتساوي، هنزل السبعه واكتب القوس زي ما هو، تعالى نكتبه مع دول خلاص الكل اس 6، ما انا قللت في مشتقه ما بدخل القوس بقى، مشتقه دي هتبقى 2 س زائد مشتقه ده سالب 2 هتنزل يبقى سالب 2، وهتقلل من دي 1 يبقى س اس سالب 3. تمام كده؟ دي مشتقه ما بدخل القوس. ممكن انت بقى تظبط اللعبه دي ازاي يا باشمهندس؟ هقول لك اهو. ص شرطه بيساوي، هتكتب دي عادي جدا، ادي 7 ولي س تربيع زائد 1 على س تربيع الكل اس 6 في ده هي 2 س برضه مفيش منها مشاكل، وموجب في سالب بسالب يبقى ده هي سالب 2 على س تكعيب. بس كده يبقى انت كده ظبطتها وزي الفل. اللي بعده رقم 7،
بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي ايه؟ بيقول لي برضو نفس الفكرة يا باشمهندس، بس انت هنا عندك بسط المقام، بس لو ركزت البسط ثابت فانت ممكن تعدلها ازاي؟ يعني ده هي 7 وتكتب القوس عادي جدا في البسط وتخلي اسه سالب، ما طالما الثابت فوق تمام؟ اضرب بقى سالب 6 في 7 يبقى سالب 42، وتكتب القوس زي ما هو وتقلل منه 1 في مشتقة ما بدخله القوس اللي هي 3، ما تنساش. يبقى 3 في سالب 42 ادي سالب 6، و3 في 4 ب 12 يبقى سالب 126. هنا 3 س ناقص الواحد اس سالب 7، عايزه كمان تظبيطه، يبقى سالب 126 على 3 س ناقص الواحد الكل اس 7، تمام كده؟ عشان يفضل ما بنسيبش ايه حاجه سالبه او اس سالب في البسط. 8 شبهها بالظبط. ص بتساوي ادي 7 وادي س تربيع ناقص 9 الكل اس ايه؟ الكل اس سالب 5. هضرب دي في دي يبقى ص شرطه بتساوي سالب 45، واكتب القوس زي ما هو اقلل الاس 1 يبقى سالب 6، تمام؟ في مشتقة ما بدخل القوس اللي هي 2 س، تمام كده؟ طيب ماشي، يبقى ص شرطة بتساوي سالب 45 في 2 يعني سالب 90 س، وهنزل دي تحت يبقى س تربيع ناقص 9 الكل اس كام؟ الكل اس 5 في 7 ب 35، معذرة مش ب 45، يبقى ده كام؟ يبقى ده 70. سالب 70 على ايه؟ س تربيع ناقص 9 الكل اس 6 في ايه؟ 6، تمام كده؟ يبقى هو ده كده الحل بتاعه، تمام؟ دي كده 7 ودي كده 8. شغل بسيط وسهل جدا، يا تمارين كتيره ولكن تمرين كويس جدا ليك. تعالى يلا نشوف الجزء اللي بعد. بعد كده يا باشمهندس رقم 4 بيقول لي انا عايز منك المشتقه الاولى لكل من ميات، تمام؟ بيقول لي ص بتساوي س اس 5 س زائد 3 الكل اس 7 عند س بيساوي سالب 2. خلي بالك من حاجة مهمة يا باشمهندس، ده ضرب دالتين، فركز لي بقى. ضرب دالتين كنا بنشتق ازاي؟ بنثبت الأولى، مثلا س أس 5 في مشتقة التانية. مشتقة التانية بص بقى معايا، طبعا المفروض السبعة هتنزل من فوق، تمام كده؟ بعد كده يا باشمهندس بكتب القوس، ركز بقى عشان ممكن يحصل لك لخبطة هنا، وأقلل الأس 1 في مشتقة ما بدخل القوس اللي هو 1. أنا كده كنت مثبت الأولى، بعد كده هثبت التانية اللي هي س زائد التلاتة الكل أس 7 في مشتقة الأولى اللي هي 5 س أس إيه؟ أس 4، تمام كده؟ زي الفل. طيب هنا بقى هتبقى بالنسبة لي دي كده 7 س أس 5 في س زائد التلاتة الكل أس 6، ودي زي ما هي 5 س أس 4 في س زائد التلاتة الكل أس 7، بس كده. ممكن تعوّر على طول بقى، يبقى دي 7 في سالب 2 أس 5، هنا سالب 2 زائد 3 يبقى بالنسبة لي كام؟ موجب 1، يبقى دي 1 أس 6، زائد هنا 5 في سالب 2 أس 4، وهنا بالنسبة لي سالب 2 زائد 3 موجب 1 أس 7، يبقى دي 1 أس 7. طبعا الوحايد دي ملهاش أي 30 لازمة، طبعا دي سالب 2 أس 5 بسالب 32 في 7 يبقى سالب 224، بعد كده زائد طبعا 2 أس 4 ب 16، 5 في 16 لأن السالب مع أس زوجي بيتاكل، يبقى 80، يبقى دي كده 80 ناقص 2 2 4 سالب 144، يبقى الكلام ده بكام؟ بسالب 144، كلامنا مظبوط وزي الفل. اللي بعده رقم 2 نفس الفكرة، خلي بالك ص شرط، هثبت القوس الأول في مشتقة القوس الثاني اللي هي 8، وأقلل الأس 1 في مشتقة ما بدخل القوس اللي هو 1، تمام؟ زائد التاني س ناقص 5 الكل أس 8 في مشتقة الأول اللي هو 1، يبقى دي كده خلصت. عند النقطة 4 1 يلزمني السين بعد إذنك، يبقى هتساوي 4 ناقص 3 1 في 8 في 4 ناقص 5 سالب 1، يبقى دي سالب 1 أس 7، زائد طبعا الكلام ده هيطلع بكام؟ طبعا سالب 1 أس 7 بسالب 1 يبقى دي سالب 8، الجزء ده يعني. طيب ماشي، وهنا 4 ناقص 5 يبقى سالب 1 أس 8 بموجب 1، تمام كده؟ يبقى دي موجب 1 ودي موجب 1، يعني الكلام ده بيساوي سالب 7. من الآخر اللي بعد رقم 3 نفس الفكرة، بص بقى معايا ص شرط هيساوي، هنثبت الأول أهو في مشتقة التاني، أدي 6 وأدي 1 زائد س أس 5، هثبت التاني في مشتقة الأول اللي هو ما تنساش سالب 1، حاجه اشاره صغيره تزعلك، مشتقة الاول ده اللي هو ايه؟ لا ثواني 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 عشان ايه اتلخبطنا تاني.
لا ده أس في أس. هنا ثبتنا الأول في مشتقة التاني، ثبتنا التاني في مشتقة الأول، يبقى في 6 واحد ناقص س الكل أس 5 في مشتقة ما بداخل القوس سالب 1. تمام كده زي الفل. هو عايز عند س بيساوي جذر 2. طيب ماشي، ده كده كلام كبير. تمام. طيب هنعوض، ممكن نعوض على طول بقى. يبقى دي بالنسبة لي أدي 1 بالنسبة لي كده مش مهندس. أو أقول لك كان في فكرة ذكية، فكرة أحسن من كده. إيه هي؟ مش دي 1 ناقص س ودي 1 زائد س وكلهم نفس الأس؟ يعني ممكن كنا نقول إن الصاب بتساوي 1 ناقص س تربيع الكل أس 6 بس كده. تمام كده؟ تمام. يبقى الصاد شرطة بتساوي دي، احسبها هتطلع صح معاك برضو بس دي أسهل. أدي الست، وأدي بالنسبة لي 1 ناقص س تربيع، وقال لي الأس 1 اللي هو 5 في مشتق ما بداخل القوس سالب 2 س. دي أسهل بكتير جدا جدا. يبقى الزاوية 6 في 1 ناقص س تربيع اللي هي جذر 2 تربيع اللي هي موجب 2 الكل أس 5. شفت ماشية زي الفل أهي. في سالب 2 جذر 2. تمام كده؟ 1 ناقص 2 سالب 1، سالب 1 أس 5 هيبقى سالب 1 في سالب بموجب. خلاص المقدار ده هو بقى موجب، و6 في 2 يبقى 12 جذر 2. يبقى الإجابة بتاعت 12 جذر 2. تمام. رقم 4 بيقول لي ادي قوس وادي قوس. تمام، هنعمل ايه؟ هل فيها فكره؟ لا. تمام، تعالى بقى نشتغل. هنثبت الاول. تمام كده، يبقى هنثبت الاول اللي هو س تربيع زائد الواحد الكل اس ايه 5. تمام كده، في مشتقه الثاني. ركز بقى معايا، انا ثبتت الاول في مشتقه الثاني اللي هو ايه سالب 4. تمام، وادي س تربيع ناقص س زائد واحد، قلل الأس 1 يبقى سالب 5 في مشتقة ما بداخل القوس. خلي بالك ده كله حد واحد اللي هو يبقى 2 س ناقص الواحد. تمام كده؟ تمام. زائد هثبت التاني س تربيع ناقص س زائد واحد أس سالب 4 في مشتقة الأول، أدي 5 وأدي س تربيع زائد واحد أس 4 في مشتقة ما بداخل القوس اللي هو 2 س. كل الهيصة دي. تمام. عند س بيساوي 1. تمام، حط هنا 1، يبقى 1 زائد 1 2، 2 أس 5 ب 32. في هنا سالب 4، سيبها الوقت. هنا 1 تربيع ب 1 ناقص 1 ب 0، يبقى دي 1 أس سالب 5، 1 أس أي حاجة يبقى بموجب 1، في سالب 4 يبقى سالب 4. في 2 في 1 ب 2 ناقص 1 يبقى 1، يبقى دي كده القوس الأول. تمام، زائد 1 تربيع ناقص 1 ب 0، 1 أس سالب 4 ب 1. في هنا 1 تربيع ب 1 يبقى دي 5 في 2 أس 4، لأن 1 زائد 1 2، في 2 في 1 ب 2. تمام كده؟ تمام. 2 في سالب 4 ب سالب 8، و 3 في 4 ب 12، دي سالب 128، زائد 2 أس 4 دي كده ب 16، و 2 في 16 ب 32، يبقى 5 في 32 ب 160. 160 ناقص دي هتديك ادي 32، يبقى الاجابه بتاعت 32. تمام كده؟ تمام. اللي بعد رقم 5 بيقول لي ايه؟ طبعا دي داله كده فيها الكسر، فركز لي فيها بقى عشان ما تغلطش. ادي الصاد شرط، هتنزل الاس عادي جدا وتكتب القوس برضو عادي جدا اهو، وتقلل الاس 1 في مشتقه ما بداخل القوس. بس بالراحه بقى، ادي 5 س ناقص 4 الكل تربيع، وتكتبها في البسط في مشتقة البسط اللي هي 3 ناقص المقام. انا كتبت المقام بقى، اثبت البسط، يبقى 3 س ناقص 2 في مشتقة المقام اللي هي موجب 5. تمام كده؟ خلاص سيبها على كده وعوض عن السين بواحد، يبقى دي 9 في 3 في 1 ب 3 ناقص 2 يبقى موجب 1، على 5 في 1 ب 5 ناقص 4 برضه موجب 1 اس 8، يعني الكلام ده هو ب 9 من الاخر. طيب في هنا 5 في 1 ب 5 ناقص 4 1، 1 في 3 ب 3 ناقص 3 في 1 ب 3 ناقص 2 1 في 5، يبقى 1 في 5 يبقى 3 ناقص 5، على 5 في 1 ب 1 ب 5 ناقص 4 1، 1 تربيع ب 1. قلنا الكلام ده هو ب 9، وهنا 3 ناقص 5 سالب 2، يعني الكلام ده هو بسالب 18. تمام كده؟ تمام. اللي بعده رقم 6، نفس فكرة اللي فوقها بالظبط. ص شرطة بيساوي، يلا بينا، يلا نزل الأس، تكتب القوس زي ما هو، قلل من الأس 1 في آد المقام تربيع، اكتب المقام
في مشتقة البسط اللي هي 2 س ناقص ثبت البسط س تربيع زائد الواحد في مشتقة المقام اللي هي موجب واحد. تمام كده، دي كده خلص. تمام، عند س بيساوي واحد، ادي 5 في واحد تربيع بواحد، واحد زائد واحد 2، وهنا واحد ناقص 3 يبقى سالب 2، الكل أس ايه 4، في واحد ناقص 3 يبقى سالب 2، وهنا 2 في واحد ب2، سالب 2 في 2 بسالب 4، ناقص واحد تربيع بواحد زائد واحد يبقى دي ناقص 2، على واحد ناقص 3 إيه سالب 2 تربيع ب4، طيب هتساوي ادي 5، 2 على سالب 2 سالب 1، أس 4 خلاص بواحد، في سالب 4 وسالب 2 سالب 6 على 4، هنا على ال 2 فال 2 على ال 2 فال 3، يبقى دي سالب 15 على ال 2. بس كده اللي بعده. رقم 7 بيقول لي الكلام ده هو عند النقطة ده يلزمني السين، إن السين بكام؟ السين بواحد. تمام، عايزين نفكر كده هل فيها تبسيطة؟ طبعا دي دالة كسرية عادي جدا مفيش فيها تبسيطة، صح؟ فاحنا هنشتغل على طول مشتقة كسر. تمام كده يا باشمهندس؟ تمام، أو ممكن نطلع ضمن المقام، الاتنين صح يعني مش هتفرق. تمام، خلينا نشتغلها بسط ومقام عادي يعني مش هتفرق، الاتنين كده كده ايه نفس الخطوات تقريبا. ادي كده المقام تربيع، تمام، بعد كده هكتب المقام في مشتقة البسط 7 س أس 6 ناقص البسط اللي هو س أس 7 في مشتقة المقام، ركز لي فيها بقى، ادي الاربعة وادي التلاتة س ناقص 2 وقلل من الأس 1 يبقى 3 في مشتقة ما بداخل القوس اللي هي موجب 3. بس كده، ابدأ عوض بقى، طبعا دي الصاد شرط، يبقى ص بتساوي، بس بقى معايا 3 في 1 ب3 ناقص 2 1، 1 أس 4 ب1، في س أس 6 لا 1 أس 6 يبقى دي 1 في 7، يبقى الكلام ده 1 في 7 ناقص الكلام الكبير ده، طبعا دي 1 أس 7 ملهاش أي لازمة، ودي 3 في 3 ناقص 2 1، 1 أس 3 برضه ملهاش لازمة، دي 4 في 3 ب 12، هنا 3 في 1 ب 3 ناقص 2 1، 1 أس 4 ب1 و1 أس 2 ب1، يبقى ليه 7 ناقص 12 سالب 5. بس كده خلص. تمام كده كده الطريقتين هيوصلوك لنفس الحل. اللي بعده برضه دالة كسرية. تمام طيب هبدأ أتعامل معاها إزاي؟ برضه ممكن نعملها زي المسألة اللي فاتت، بس خلي بالك دي مش عايز عند س بيساوي كذا، فطالما مش عندي س بيساوي كذا يفضل يعني نصيحة مني إن أنت إيه طلعها البسط وخليها بأس سالب، يعني إيه؟ ص هتساوي س ناقص الواحد الكل أس 4 في س تربيع زائد الواحد الكل أس سالب 5، لو هو عايزها عند قيمة كنت هشتغلها زي المسألة اللي فاتت بالظبط. تمام كده؟ ركز بقى معايا في ص شرط عشان بقى الكلام هيبقى كبير هنا. هثبت الأول اللي هو س ناقص الواحد الكل أس 4 في مشتقة التاني، السالب 5 هتنزل وهكتب س تربيع زائد الواحد الكل أس سالب 6 في مشتقة ما بداخل القوس اللي هي 2 س، ده كله الكلام ده، زائد هثبت التاني س تربيع زائد الواحد الكل أس سالب 5 في مشتقة الأول، أدي الأربعة وأدي س ناقص الواحد الكل أس 3، وطبعا مشتقة ما بداخل القوس بواحد. تمام طبعا ده كده الكلام اللي هو إيه أنا وصلت له في الآخر. تمام طيب، هو على فكرة إحنا ممكن نسيبها كده، بس هو يعني إيه مش هيبقى عايز الهيصة دي كلها ولا الأسس السالبة دي كلها، فنحاول كده نبسطها. هنا معايا س ناقص الواحد الكل أس 4، ومعايا هنا س ناقص واحد الكل أس إيه الكل أس 3. تمام، فاحنا ممكن ناخد الس ناقص الواحد أس 3 عامل مشترك، ومن هنا اهو اخد الس تربيع زائد الواحد الصغيرة اللي هي هتبقى بالنسبة لي سالب 6، يبقى انا ممكن من الاتنين دول يا باشمهندس اخد مين؟ اخد س ناقص الواحد الكل أس 3، واخد من هنا يا باشمهندس بالنسبة لي س تربيع زائد الواحد الكل أس ايه؟ الكل أس سالب 6 عامل مشترك. تمام؟ طيب على فكرة ممكن ناخد الاتنين كمان، لأن دي 2 س ودي ايه؟ موجب 4، ده كده عامل مشترك، افتح له قوس بقى. س ناقص 1 أس 4 لما أقسمها على 3 يفضل س ناقص الواحد بس، تمام؟ طيب أنا خدت الاتنين يبقى هيفضل سالب 5 س، يبقى أنا ايه؟ في سالب 5 س. تمام؟ بعد كده ادي الزائد، لما اقسم ده على ده خلي بالك ده اس كبير، يبقى سالب 5 ناقص ناقص 6 يعني هيديك ده بالموجب اللي هي تبقى بالنسبه لي ايه؟ تبقى س تربيع زائد الواحد. تمام كده؟ لان يا باشمهندس ركز لي كده، لما اقسم ده على ده المفروض هيديني سالب 5 ناقص ناقص 6 يعني هيديني س تربيع زائد واحد الكل اس ايه؟ واحد.
دي كده، واربعة على اتنين يبقى فيها الاتنين، يبقى الكلام ده هو مضروب في كام؟ في اتنين. تمام، سيب ده هو كده بقى، اعمل مشترك بره، يبقى اتنين س ناقص الواحد الكل اس تلاتة في س تربيع زائد الواحد الكل اس سالب ستة. تمام كده، ممكن نظبط القوس ده، ممكن نظبط القوس ده، تعالى كده نظبطه فوق الاول ونجمع. س في سالب خمسة س بسالب خمسة س تربيع، سالب واحد في سالب خمسة س وموجب خمسة س، س تربيع في اتنين، اتنين س تربيع وموجب اتنين. بص بقى معايا، سالب خمسة س تربيع وموجب اتنين س تربيع يبقى سالب تلاتة س تربيع، وبعد كده موجب خمسة س موجب اتنين. بس كده، دي كده أبسط صورة للمسألة. عايز برضو تنزل ده في المقام مفيش مشاكل، يعني اتنين س ناقص الواحد الكل أس تلاتة في سالب تلاتة س تربيع زائد خمسة س زائد الاتنين، ودي تنزل المقام س تربيع زائد الواحد الكل أس ستة، برضه ما اقدرش اقول لك لا، الاثنين صح. تمام كده، تمام. اللي بعده رقم 9 بيقول لي ايه؟ نفس الفكره تقريبا، وطالما مش عايز قيمه هطلعها فوق، يبقى الصب بتساوي هنا س تربيع زائد الواحد الكل اس 3 في 3 س ناقص 2 الكل اس سالب 2. تمام كده، تمام. يبقى الصاد شرط، ثبت الاول س تربيع زائد الواحد الكل اس 3، في مشتقة التاني السالب 2 هتنزل وهكتب ال 3 س ناقص 2 وأقلل الأس 1 يبقى سالب 3، في مشتقة ما بدخل القوس اللي هو 3. طيب ماشي، زائد هثبت التاني 3 س ناقص 2 الكل أس سالب 2، في مشتقة الأول هنزل ال 3 وأكتب القوس وأقلل منه 1، في مشتقة ما بدخل القوس اللي هي 2 س. تمام، يبقى دي سالب 2 في 3 بسالب 6 س تربيع زائد الواحد الكل أس 3، وهنا 3 س ناقص 2 الكل اس سالب 3، وادي موجب، هات ال 2 س كده في الاول، لا ثواني، 2 في 3 ب 6 ده 6 س، لان في 3 اهي، وهنكتب ده س تربيع زائد الواحد الكل اس 2، وبعد كده بالنسبه لي ده اهي اللي هي 3 س ناقص 2 الكل ايه سالب 2. تمام، طيب ممكن بقى من هنا ناخد بالنسبه لي ال 6 عامل مشترك او السالب 6، السالب 6 ممكن اهو. تمام، ودي س تربيع زائد 1 أس 3، ودي س تربيع زائد 1 أس 2، فهاخد س تربيع زائد 1 أس 2 الصغيرة، وده سالب 3 فهاخدها، يبقى دي 3 س ناقص 2 أس إيه؟ سالب 3، يبقى هو ده كده العامل المشترك بتاعي. تمام كده؟ تمام وزي الفل. هفتح قوس يا باشمهندس، سالب 6 على سالب 6 ب 1، هيفضل لي هنا س تربيع زائد 1 أس 3 على دي هيديني س تربيع زائد 1، بس خلاص دي كده الأولانية، زائد لا 6 على سالب 6 يبقى سالب س، دي مع دي هتروح ودي مع دي هتديك واحدة منها، ما هو سالب 2 ناقص ناقص 3 يعني سالب 2 زائد 3، يعني هيفضل 3 س ناقص 2. تمام، بالموجب طبعا، يبقى دي هتساوي ادي سالب 6 في س تربيع زائد الواحد الكل تربيع، وادي 3 س ناقص 2 الكل أس سالب 3. نبسط دي، نبسط دي، دي سالب 3 س تربيع وسالب س في موجب 2 بموجب 2 س. طيب ماشي، ادي القوس اهو، ادي س تربيع ناقص 3 س تربيع يبقى سالب 2 س تربيع. طيب وموجب 2 س، موجب 2 س. طيب وموجب 1، وادي موجب 1. تمام كده، تمام. طيب ماشي، عايز توسطها، خلاص خلصت، خلاص كده عامه، يبقى دي سالب 6 س تربيع زائد الواحد الكل تربيع، في القوس ده هو سالب 2 س تربيع زائد 2 س زائد الواحد، الكلام ده هو لو عايز تنزل ده المقام، يعني 3 س ناقص 2 الكل أس 3، يبقى دي كده أبسط صورة. تمام، هنا بيعلمك إيه شغل إعدادي شوية، اجمع واطرح الحدود الجبرية، خلاص بس الموضوع سهل. رقم 5 ده تمرين مهم جدا على مشتقة الجذر، خلاص تمرين سهل جدا وبسيط، يلا بينا، يلا بينا. مشتقة الجذر يا باشمهندس، أدي ص شرط، هيبقى 1، أنا ما بحبش أكتب 1 دي، بس عامة 2 في الجذر بكتبه في المقام أهو، بنقل الجذر في مشتقة ما بداخل الجذر اللي هي 2 س، بس كده. فالاتنين دي هتروح مع الاتنين دي، فيفضل لي س على الكلام ده. ممكن تسيبها كده، وممكن لو انت عايز ترفعها فوق بأس تاني عادي جدا، الاتنين صح. تمام، يبقى انا بالنسبة لي يا باشمهندس سبتها كده تمام، عايز ارفعها فوق بأس سالب عادي جدا. تمام، بس زي ما قلنا دايما بيفضل ان انت ما تخليش فيها ايه أسس سالبة. طيب تعال نشوف كده رقم 2 دي، هظبطها الأول، يبقى ص بتساوي ادي 2 س زائد الواحد، الأس اللي جوه على اللي بره يبقى 5 على 3، بس اشتق بقى، يبقى ص شرطة بتساوي، نزل الأس، اكتب القوس ونقص منه 1، لما نقص 1 يعني 3 على 3، فيفضل لي 2 على 3. تمام كده، في مشتقة ما بداخل القوس ما تنساش اللي هي موجب 2، يبقى الكلام ده هيساوي 10 على 3
في 2 س زائد الواحد أس 2 على 3. ممكن تسيبها كده، عايز تحولها لجذر تحت أمرك، أدي 10 على 3. ده الأس اللي جوه وده دليل الجذر، يبقى ده الجذر التكعيبي و2 س زائد 1 والأس اللي جوه اللي هو 2، عشان ممكن أحولها 2 س زائد 1 أس جوه على اللي بره، يبقى 2 على 3. يبقى هي دي يا باشمهندس هي اللي هو عايزها بالنسبة لي. تمام كده؟ تمام. اللي بعده رقم 9 بيقول لي المشتقة ده عند كذا، ده عند القيمة دي أسهل حاجة. ماشي، ص شرط بيساوي 2، واكتب 2 من الجذر، 9 ناقص 2 س تربيع. مشتق في مداخل الجذر 2 في سالب 2 بسالب 4 س. خلاص كده انا كده ظبطتها يا عم، ما توجعش دماغك وعوض على طول. تمام، ممكن اقول على 2 في الواحد على 2 في سالب 2 كمان للتسهيل. يبقى ده هتساوي سالب 2 في 1 على جذر 2 على هنا جذر 9 اهو ناقص 2 س تربيع، اللي هي 2 في س تربيع اللي هي 1 تربيع ب1 وجذر 2 تربيع ب2، ده هتروح مع ده يبقى جذر 9 ب3. بص بقى معايا، جذر 2 في الواحد هنا على جذر 2 تديني كام؟ هيديني سالب جذر 2. تمام كده؟ تمام وزي الفل. يبقى البسط بالنسبه لي يا باشمهندس هيبقى عباره عن سالب جذر 2، والمقام هيبقى جذر 9 اللي هو كام؟ جذر 9 اللي هو 3. تمام كده؟ يبقى دي بالنسبه لي سالب جذر 2 على 3. طيب هو مطلعها قيمه مختلفه. طيب ماشي، تعالى كده نشوف برضو، يبقى كان احنا عندنا غلطه. ادي ص شرطه بيساوي ادي 2 على جذر 9 ناقص 2 س تربيع، ومشتق ما بداخل الجذر يبقى سالب 4 س لان دي بصفر. تمام، على 2 فعلى 2، يبقى دي المفروض سالب 2 س على جذر 9 ناقص 2 س تربيع. ماشي، يبقى دي سالب 2 في س اللي هي 1 على جذر 2. تمام كده؟ تمام. طيب ماشي، ما دي على جذر 2 فعلى 1 على جذر 2 فيها سالب جذر 2، مفيش مشاكل. طب هنا الغلطه هنا يعني 9 ناقص انا عاملها نص، لا ثواني، ما هي دي 2 س تربيع صح؟ يبقى دي س تربيع طبعا لما اربع دي هتبقى نص، فالاثنين هتروح مع الاثنين، يبقى دي جذر 9 ب 3، يبقى دي سالب جذر 2 على 3. ما انا كده صح، امال فين الغلطه بقى؟ مش فاهم. لما تيجي كده احطها على الاله برضه واتاكد، يا اما دي تبقى غلطه من المعاصر. بسم الله الرحمن الرحيم، دي سالب 2 س، يبقى سالب 2 في 1 على جذر 2، هكتبها اهو زي ما هي بالظبط. تمام كده؟ احنا متاكدين من الاشتقاق. تمام؟ تمام. هنا بالنسبة لي دي بقت 1، خلاص يبقى دي جذر 9 ناقص افتح قوس 1 على جذر 2 الكل تربيع، مش هي دي الدالة بتاعتي؟ اهو 9، لا في هنا 2، في هنا 2، 2 اهو، يبقى دي 9 ناقص 2 س تربيع اللي هو 1 على جذر 2 اهو س ب 1 على جذر 2، والبسط بالنسبة لي يا باشمهندس عبارة عن 2 في 1 على جذر 2 سالب نص، لا ده الغلطة أنا عندي. إيه بقى هي الغلطة دي؟ دي 9 ناقص 1 اهي الغلطة هنا، 9 ناقص 1 8، دي مش بصفر صح كده؟ يعني جذر 8 اللي هي عبارة عن 2 جذر 2 صح؟ دي هتروح مع دي يبقى سالب 1 على ال 2، لا الكلام مظبوط جدا جدا. تمام كده؟ تمام. اللي بعده رقم 4 بيقول لي ايه؟ برضه نفس الفكرة يا باشمهندس، هكتب الصاد اهي واكتب القوس اللي هو 2 س تكعيب زائد 4 س زائد 3، الأس اللي جوه اللي هو 2 على الأس اللي بره اللي هو 3، يبقى ص شرطة بتساوي نزل الأس 2 على 3، واكتب القوس بعد إذنك 2 س تكعيب زائد 4 س زائد 3، نقص من دي 1 يعني سالب تلت في مشتقة ما بداخل القوس، ده أهم حاجة أصلا. مشتقة ما بداخل القوس 3 في 2 يبقى 6 س تربيع، وادي موجب 4. تمام كده؟ تمام. عند س بيساوي 2، يبقى دي 2 على 3 في 2 في 2 تكعيب اللي هي 2 في 8 ب 16 زائد 4 في 2 ب 8 زائد 3 أس سالب تلت في 6 في 2 تربيع ب 4 يبقى 24 زائد 4 ب 28. ممكن أقول على 3 في 1 على 3، 3 في كام؟ 3، لا دي ما ينفعش ما بتقبلش، 27 إزاي؟ يبقى هنا 2 في 28 بكام؟ ب 56 على 3 في هنا 3 و8 11 و16 يبقى 27 أس كام؟ أس سالب تلت. بس هي دي كده إيه؟ التحويلة. تمام؟ على فكرة 27 أس سالب تلت اللي هي تلت، يبقى هي 56 على 3 في تلت، يعني 56 على 9. تمام؟ ومظبوطة جدا جدا. اللي بعده رقم 5 بيقول لي إيه؟ طيب ماشي، حصل ضرب دالتين، دالة عادية ودالة جذر، يا عم سهلة، ص شرط ثبت الأولى
في مشتقة التانية اللي هي مشتقة الجذر، يبقى اتنين الجذر ومشتقة ما بداخل الجذر بواحد، تمام كده، زائد ثبت التانية في مشتقة الأولى اللي هي بواحد أصلا عند النقطة دي، يعني س بخمسة، يبقى دي هتساوي خمسة في أدي واحد على اتنين جذر خمسة ناقص واحد اللي هو جذر أربعة باتنين، زائد جذر خمسة ناقص واحد اللي هو جذر أربعة بكام؟ باتنين. يبقى دي خمسة على أربعة زائد اتنين اللي احنا ممكن نكتبها تمانية على أربعة، يبقى بتساوي تلاتاشر على أربعة. طبعا تلاتاشر على أربعة اللي هي تلاتة وربع، هي دي تمام كده، لأن اتناشر على أربعة فالتلاتة ويفضل ربع، يبقى تلاتة وربع، الاتنين صح، تمام كده. تمام، اللي بعده نفس الفكرة، يلا بينا. يلا يا باشمهندس، صاد شرط، ثبت الأولى في مشتقة التانية، ده جذر، يبقى أدي شرطة وأكتب الاتنين من الجذر في مشتقة ما تحت الجذر اللي هو موجب اتنين، تمام كده، فممكن أشيل الاتنين دي مع الاتنين دي عامة، زائد ثبت التانية اتنين س زائد تلاتة في مشتقة الأولى اللي هي تبقى موجب اتنين س، تمام كده. تمام، بس خلاص، هو عايز عند س بيساوي سالب واحد، سالب واحد تربيع بواحد، واحد ناقص واحد صفر، يبقى الكلام ده طار، هيساوي هنا سالب واحد في اتنين بسالب اتنين وموجب تلاتة واحد، جذر الواحد واحد، في هنا اتنين في سالب واحد بسالب اتنين، يبقى دي سالب اتنين، بس خلاص كده، شكرا. اللي بعده، طيب يا باشمهندس دي هنعمل فيها ايه؟ برضه اقول لك طريقة سهلة، طلع الجذر فوق، مش دي في المقام يعني كأنها خمسة س تربيع ناقص أربعة الكل أس كام؟ الكل أس بالنسبة لي نص، فما تطلع فوق تبقى أس سالب نص، يبقى الصاب بتساوي تسعة س في خمسة س تربيع ناقص أربعة الكل أس سالب نص، تمام كده؟ طيب ماشي، يبقى صاد شرط، ثبت الأول بتسعة س في مشتقة التاني، أدي السالب نص وأدي القوس، وأقلل من الأس واحد يبقى سالب تلاتة على الاتنين، تمام كده؟ في مشتقة ما بداخل القوس اللي هي عشرة س، تمام؟ طيب ماشي، زائد ثبت التاني، تمام كده؟ أهو أس سالب نص في مشتقة الأول اللي هو بتسعة، بس خلاص كده. هو عايز عند النقطة يعني س بواحد، تمام، تسعة في واحد بتسعة، هنا خمسة في واحد تربيع بخمسة ناقص أربعة واحد، واحد أس أي حاجة بواحد، يبقى دي تسعة في سالب نص، دي كده الأولى، لا لسه في عشرة س، يعني عشرة في واحد في عشرة كمان، ماشي، زائد هنا خمسة س تربيع خمسة ناقص أربعة واحد واحد، دي واحد في تسعة بتسعة، طيب ماشي، هنا على الاتنين فقال واحد على الاتنين فقال خمسة، يبقى سالب تسعة في خمسة بسالب خمسة وأربعين، زائد تسعة يبقى سالب ستة وتلاتين، سالب ستة وتلاتين، بس خلاص. اللي بعد رقم تمانية، أعتقد نفس الفكرة بتاعت السؤال اللي فات، إزاي؟ ده جذر أس تلاتة صح؟ مفيش مشاكل، يعني أنا مكتبها س ناقص اتنين أس تلت، بس خلي بالك ده في المقام، فأما تطلع البسط يبقى صاب بتساوي تمانية س في س ناقص اتنين أس كام؟ أس سالب تلت. طيب ماشي، صاد شرط، أثبت الأول في مشتقة التاني، أدي سالب تلت وادي س ناقص اتنين، قلل من دي واحد يبقى سالب أربعة على التلاتة، ما أنا بقلل سالب تلاتة على التلاتة، فمشتقة ما بتدخل القوس اللي هو بواحد، زائد ثبت التاني في مشتقة الأول موجب تمانية. طيب هو عايز عند س بيساوي تلاتة، ماشي، يبقى دي تمانية في تلاتة بأربعة وعشرين في سالب تلت في تلاتة ناقص اتنين واحد، واحد أس أي حاجة بواحد، تمام كده، على التلاتة فقال واحد على التلاتة فقال تمانية، يبقى الجزء ده بسالب تمانية، وادي زائد وادي زائد. 3 ناقص 2 1 يبقى الجزء ده بموجب 8، سالب 8 وموجب 8 يبقى بصفر، يبقى الكلام ده بصفر، تمام كده؟ تمام، تعال نشوف اللي بعده. رقم 6، توكلنا على الله، بيقول لي ركز بقى في دي اللي احنا قلناها في الدرس. بيقول لك اشتق س وما فيش س، تقوم مشتق عادي وبعد كده تنسب للس، يبقى ده لص ده لس، يبقى 5 ص أس 4 ده لص ده لس، تمام؟ دي هنا في ص، يبقى الله ينور، اشتق عادي جدا يبقى 5 ص أس 4 بس خلاص، تمام كده؟ يبقى نركز، لو نفس المتغير ما بكتبش حاجة تانية. طيب عايز اشتق النون وما فيش نون، اشتق الأول وبعد كده اكتب دال ص دال نون، يبقى أنا هشتق بالنسبة دال ص دال نون، تمام؟ طب أنا هشتق للسين وما فيش سين، بالراحة بقى عليا لأن هنا أسس، الأس هينزل واكتب الصاد وأقلل الأس واحد في مشتقة ما بداخل القوس، مشتقة الصاد هنا، طالما انا هشتق بالسين يبقى دال صاد دال سين، يبقى دي نون في صاد اس نون ناقص واحد دال صاد دال سين، تمام كده؟ ده سؤال مهم جدا جدا جدا، وقلناه في الشرح وقلناه برضه في تمارين اختار، تمام؟ ده كده الجزء ده، تعال نشوف الجزء اللي بعده.
تمرين والله بصراحة كلها جميلة جدا مع انها طويلة بس جميلة جدا جدا. السؤال اللي بعده، اشتق بالنسبة لسين ودي كلها سين تمام كده، فدي منها مفيش منها اي مشاكل. طبعا ده حصل ضرب دالتين تمام، ممكن نسميها ايه دال دال سين ماشي مش مشكلة. هيساوي الاول ثبته تمام كده في مشتقة التاني، خلي بالك ان التاني ده جذر تمام، يبقى فيه اتنين من الجذر في مشتق في مداخل الجذر اللي هو 4 س، ما هو 2 في 2 ب 4، على 2 فقال 1 على 2 فقال 2، زائد ثبت الثاني في مشتق الاول اللي هو ب1، خلاص كده خلص. عوّر عن السين بصفر، فخلي بالك سين بصفر ده هيروح، وهنا سين بصفر يبقى جذر الواحد ب1، يبقى دي كده كلها بعد الهيصه والزنبريطه دي كام؟ ب1. اللي بعده دال دال سي ماشي، دي بس ايه محتاجه سن التظبيط. يعني ايه يا باشمهندس؟ هقول لك حالا. ادي دال دال سي، دي جذر س، ممكن نسيبها جذر س وممكن نسيبها جذر س او س قص نص مش هتفرق. دي بقى مش هنسيبها ليه؟ دي س قص نص في المقام، فاما تطلع البسط تبقى س قص سالب نص تمام كده، الكل قص 4. طيب تعالى نشتق بقى، مشتقه القوس ده الاربعه هتنزل، وهكتب القوس زي ما هو وقلل الأس 1 تمام كده. بعد كده في مشتقة ما بداخل القوس، مشتقة الأولاني ده اهو 1 على 2 الجذر في مشتقة الجذر فوق اللي هي ب1 ملهاش لازمة، زائد دي لما أجي أشتقها بقى هنزل الأس اللي هو سالب نص وأكتب السين وأقلل كمان 1 يبقى أس سالب 3 على 2. ما تنساش والنبي المعلومات دي لأنها مهمة جدا جدا. يبقى دي هتساوي 4 في عندي عند السين ب1. بص بقى معايا، جذر الواحد ب1 زائد 1 أس أي حاجة ب1، يبقى دي 2 أس 3 تمام كده. في هنا بالنسبة لي 1 على 2 جذر الواحد يعني نص تمام، وهنا 1 أس أي حاجة بالنسبة لي ب1، في سالب نص يبقى ناقص نص، نص ناقص نص بصفر، في أي حاجة بصفر يبقى الكلام ده بيساوي صفر. بس كده ومسألة خلصت. اللي بعده بص بقى معايا، اشتق بالنسبه لسين وعندك سين وعندك ص، تقوم انت مشتق ده عادي جدا. بص بقى معايا، يساوي دي بالنسبه لسين مفيش منها مشاكل يبقى 2 س، ودي بالنسبه لص اكتب الص واحفظ قيمه الس يبقى د د س تمام كده، او د ص د س، د ص د س لان بالنسبه لص لس، يبقى دي 2 س زائد 4 ص د ص د س، ويبقى انا كده مسالتي خلصت. مفهومه؟ يا رب تكون مفهومه. اللي بعده بيقول لي اشتق الكلام ده، خلي بالك من هنا بقى لان في شغل جميل جدا جدا جميل جدا جدا في الاسس بتاعه الترم الاول تمام. دي ص اس 5، بص يا باشمهندس لو انت عايز تخليها ص عادي جدا يبقى ده ايه س اس 3 ناقص 2 س تربيع الكل اس 1 على 5، بعكس الاس الناحيه الثانيه. بس خلي بالك لو الاس فردي اسيبها كده تمام، لو الاس زوجي لازم احط موجب او سالب. ص شرط هنزل الاس واكتب القوس واقلل من الاس 1 يبقى سالب 4 على 5 تمام كده. في مشتقه ما بداخل القوس يبقى 3 س تربيع ناقص 4 س تمام، دي محتاجه تظبيط شويه. البسط هيبقى واحد في الكلام ده، يعني 3 س تربيع ناقص 4 س، المقام في 5 وهكتب القوس زي ما انا علمتك اهو. بص بقى معايا، ده دليل الجذر يبقى ده الجذر الخامس، وده الأس اللي جوه يبقى 4، بس خلي بالك أنا نزلته المقام يعني 4 على 5، يبقى هي دي كده التبسيطة بتاعتها، 3 س تربيع ناقص 4 س، 5 الجذر الخامس للكلام ده، تمام كده؟ تمام وزي الفل، مفهومة؟ مفهوم. اللي بعدها ركز بس في الأس الزوجة أهم حاجة. اللي بعدها هنا برضو أس فرد مفيش مشاكل، يبقى الصاب بتساوي، هكتب الناحية التانية 3 س تربيع ناقص 4، الكل أس كام؟ الكل أس تلت. يبقى ص شرط هنزل التلت واكتب القوس عادي جدا، اقلل من اس 1 يبقى سالب 2 على 3. في مشتقه ما بداخل القوس 2 في 3 يبقى 6 س تمام كده. البسط هيبقى فيه 6 س، طب المقام فيه 3 واكتب القوس بتاعي اهو، ده دليل الجذر يبقى الجذر التكعيبي، وده الاس اللي جوه يبقى 2، يبقى هي عباره عن 6 س على بالنسبه لي 3 الجذر التكعيبي للكلام ده تمام. ممكن هنا اقول على 3 فعل 1 على 3 فعل 2 للتبسيط، يبقى دي عباره عن 2 س الجذر 3 س تربيع ناقص 4 الكل تربيع. بس كده ومساله خلصت. تمام تمام. اللي بعده 4 ص تربيع، ركز لي بقى مع الاس الزوج لان ده زي ما قلت لك ما تاملوش خالص. تمام تمام.
ممكن افضل اشتق يا باشمهندس عادي جدا، يعني ايه ما نسيبهاش ازاي؟ مش انا عايز دال صاد دال سين، يعني انا بشتق بالنسبه لمين؟ للسين. فلما اجي اشتق ده ايه؟ هتبقى 8 صاد دال صاد دال سين، لان انا بشتق بالنسبه لسين، وده عادي جدا. يبقى 5 سين اس 4 ناقص 3 في 2 ب 8 سين تربيع زائد 1، تمام كده؟ طب ما انا عايز دال صاد دال سين، يبقى دال صاد دال سين هيساوي الكلام ده اهو، واقسمه على الصاد، الصاد اللي احنا هنجيبها دلوقتي، تمام كده؟ تمام. يبقى دي 5 سين اس 4 ناقص 8 سين تربيع زائد 1 على هقسم على 8 صاد، يبقى دي ايه؟ 8 صاد. ما ينفعش تسيبها كده، لان انت بتشتق بالنسبه لمين؟ بالنسبه لدي. طيب لو عايز الصاد يا باشمهندس على جنب اهو، انا هقسم اول حاجه ال 4 صاد تربيع اهي بتساوي، هقسم على ال 4 الاول، يبقى صاد تربيع بتساوي سين اس 5 ناقص 2 سين اس 3 زائد سين، الكلام ده على كام؟ على 4، تمام كده؟ تمام. لما اجي يا باشمهندس اخد الجذر بتاعه عادي جدا بقى، يبقى ده الصاد بتساوي ادي الجذر الكلام ده اهو كله، يبقى ده الصاد، يبقى الكلام ده بيساوي 5 سين اس 4 ناقص 8 سين تربيع، 8 ايه؟ 2 في 3 ب 6، معذرة، ده 6، 6 سين تربيع زائد الواحد على 8 صاد. بص بقى ادي ال 8 والصاد جذر الكلام ده كله، اللي هو يبقى سين اس 5 ناقص 2 سين تكعيب زائد السين على ال 4، تمام كده؟ تمام. ممكن يا باشمهندس، بس خلي بالك احنا قلنا اس زوجي موجب او سالب، موجب او سالب اهي، عمالين نغني عليها من الصبح وفي الاخر نسيناها برضه، موجب او سالب. بص معايا الاربعه دي ممكن تطلع من تحت الجذر بربع، يعني ايه؟ يعني كانه جذر ربع فهيطلع هنا بنص، يبقى دي كانها 8 في نص، فالاربعه دي ممكن ما اكتبهاش خالص، ودي نص ال 8 يعني بالنسبه لي 4، يبقى القيمه النهائيه موجب او سالب 5 سين اس 4 ناقص 6 سين تربيع زائد الواحد، الكلام ده على 4، وادي الجذر بالنسبه لي سين اس 5 ناقص 2 سين تكعيب زائد س، تمام كده؟ يبقى هي دي كده القيمه النهائيه بتاعتي اللي انا اخد عليها الدرجه، تمام كده؟ تمام. اللي بعده بعد كده انا كنت حليتها، بس طلع ان ليها حل اسهل بكتير. ايه هو؟ كنت عملت عادي جدا اشتقتها اهي اهي، ده الحل بتاع الاولاني. لا انا عايزك احلها لك طريقه اسهل من كده كمان. بص بقى معايا وركز معايا يا باشمهندس، ادي الصاد تكعيب بيتساوي، لو انت خدت بالك المقدار ده هو مربع كامل، يعني ده ممكن اكتبه س ناقص 2 الكل ايه تربيع، وما تنساش ان كل الكلام ده هو مرفوع لاس سالب 2، يعني الكلام ده كله بيساوي س ناقص 2 اس كام؟ اس بالنسبه لي سالب 4. طب لو عايز اجيب الصاد يبقى س ناقص 2 الكل اس سالب 4 الكل اس كام؟ الكل اس تلت، انا بنقل الاس بمقلوبه، يعني بيساوي س ناقص 2 الكل اس سالب 4 على 3. دي بقت سهله جدا، يبقى الصاد شرطه في ابسط صوره هيساوي سالب 4 على 3 في س ناقص 2، واقلل من الاس 1 يعني اقلل سالب 3 على 3 يعني سالب 7 على 3. يبقى هي دي، لو انا عايز ابسطها يبقى بالنسبه للبسط في سالب 4 والمقام في 3، واكتب القوس س ناقص 2. دليل الجذر اللي تحت يبقى الجذر التكعيبي، والاس بتاعه هو اللي فوق يبقى 7، يبقى دي عباره عن سالب 4 على 3 الجذر التكعيبي لس ناقص 2 الكل اس 7، تمام كده؟ دي طريقه اسهل من الطريقه اللي انا كنت حليت بيها في الاول، تمام. رقم 5 يا باشمهندس بيقول لي 2 جذر ص بيساوي الكلام ده اهو. هنا ممكن نمشي نشتق كده واحنا ماشيين، ازاي احنا بنشتق بالنسبه لس؟ يبقى دي 2، تمام كده؟ مشتقة الجذر يبقى 1 على 2 الجذر في مشتق ما بداخل الجذر اللي هو يبقى دال صاد دال سين، تمام كده؟ هيساوي طبعا الكلام ده هو 2 سين، تمام؟ ممكن اشيل هنا الاثنين ده مع الاثنين ده واضرب الطرفين في جذر صاد عشان اخلص من جذر صاد. يبقى كده دال صاد دال سين بيساوي 2 سين في جذر صاد. عايز اجيب جذر صاد هنا، دي سهله طبعا، يبقى دي 2 سين، فعشان اجيب جذر صاد هقسم هنا على الاثنين وهقسم هنا على الاثنين، فده هتروح، يبقى جذر صاد بيساوي سين تربيع ناقص التلاتة على الاتنين، هشيل الاتنين ده مع الاتنين ده، يبقى الكلام ده كله بيساوي سين في سين تربيع في سين تكعيب ناقص تلاتة سين. يبقى أنا بالنسبة لي دي كده قيمة المشتقة بتاعتي، هتبقى سين تربيع ناقص تلاتة سين، تمام كده يا باشمهندس ولا إيه؟ إحنا قلنا هنا إحنا اشتقنا أهو، فطلعت دي مشتقتها 2 صاد، صح؟ وبعد كده ضربنا في جذر صاد، تمام؟ طيب معلش كده تعالى نراجعها. الاثنين دي هتروح مع الاثنين دي، فيفضل لي واحد على جذر ص د ص د س بيساوي 2 س، تمام كده؟ ضربنا الطرفين يبقى د ص د س بيساوي 2 في جذر ص.
بعد كده جبنا ان جذر ص بيساوي كام يا باشمهندس؟ طبعا جذر ص بالنسبه لي، لا كده تمام، كده احنا تمام تمام انا كنت بس بقول ايه في اشاره غلط ولا حاجه، لا كده تمام. رقم 6 بيقول لي ايه؟ بيقول لي سين تربيع ناقص ص اس 3 2 س. ممكن برضه اشتق وانا ماشي كده، او ممكن اخلي السين في طرف عادي براحتي، يعني الاثنين صح. لو انا اشتقيت مثلا وانا ماشي كده يا باشمهندس، يبقى بالنسبه لي ادي 2 س، وادي سالب اهو، وادي 3 ص تربيع ص تربيع، بس لا دي كده ص تربيع هتقرفنا شويه، لا لا بلاش كده. بص معايا، وادي دي الناحيه الثانيه يبقى ص اس 3 تمام كده، وادي الاثنين س هنا يبقى س تربيع ناقص 2 س تمام كده. من هنا ان ص بتساوي ادي س تربيع ناقص 2 س، وادي الاس الناحيه الثانيه بمقلوب، ودي اسهل بكتير. يبقى ص شرطه بتساوي نزل الاس، اكتب القوس، قلل من الاس واحد، في مشتقه ما بداخل القوس اللي هي 2 س ناقص 2 تمام كده. ده كده ابسط حاجه. البسط هيبقى في 2 س ناقص 2 على المقام 3، اكتب س تربيع ناقص 2 س، ده دليل الجذر، يبقى جذر تكعيبي، وده الاس بتاعه يبقى تربيع كده تمام كده. يبقى 2 س ناقص 2 على 3 في س تربيع ناقص 2 س، الكل اس كام؟ الكل اس 3 تمام كده يا باشمهندس. يبقى انا بالنسبه لي دي كده ابسط صوره ممكن اوصل لها للمقدار ده، هي كده رقم 6 اللي بعده. بسم الله. رقم 9 يا باشمهندس بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان اسئله اثبت بقى، اسئله جميله جدا جدا وافكارها جميله بصراحه. بيقول لي ص بتساوي كذا وس بيساوي كذا، عايز دال ص دال عين، ثم اثبت ان الكلام ده. هنا طالما اثبت يعني انا افضل اشتغل بالمشتقه تمام كده، تمام. لان ممكن اشيل السين واحط مكانها الكلام ده، تمام تمام. تعال نشتغل بالمشتقه بقى، يبقى دال ص لان هو عايز قيمه الحاجات اللي انا فكيتها بالنسبه لدال س بيساوي، هيبقى 2 س. طب من هنا دال س دال عين هيساوي نزل الاس يبقى 3 عين تربيع تمام كده، تمام. طيب عشان اضربهم في بعض دي هتروح مع دي، يفضل لي دال ص دال عين اللي هو عايزها، يبقى تساوي 2 في 3 ب 6، يبقى 6 س عين اس 2 تمام. ممكن بقى اشيل السين، يبقى انا بالنسبه لي ادي 6 واشيل السين اللي هي عين اس 3 ناقص 2 في العين تربيع تمام كده، تمام. يبقى انا بالنسبه لي ده كده قيمه المقدار ده اهو، او قيمه المشتقه، صح كده يا باشمهندس؟ تمام. ممكن نبسط دي شويه صح؟ طيب ماشي، هضرب ده اهي 6، يبقى دي بالنسبه لي 6 عين اس 3 في عين اس 2 يبقى 6 عين اس 5، وهنا 6 في سالب 2 يبقى سالب 12 عين اس 2، 6 عين اس 5 ناقص 12 عين اس 2، دي كده القيمه تمام. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي اثبت ان دال ص دال عين دال ص دال عين اللي انا جبتها اهي اللي هي 6 عين اس 5 ناقص 12 عين اس 2 زائد 4 من دال س دال عين، دال س دال عين 4 في 3 يبقى موجب 12 عين اس 2 بيساوي الكلام ده، وما دي هتروح مع دي يعني هيفضل لي 6 عين اس 5، وما تهزرش معايا، السؤال سهل وبسيط جدا جدا. اللي بعده رقم 10 بيقول لي اذا كان ص بيساوي الكلام ده وعين بيساوي الكلام ده. طيب ماشي، هنا هشتق هتبقى دال ص دال عين هتساوي طبعا 2 عين زائد الواحد تمام كده، تمام. طب من هنا دي هتبقى دال عين دال س هتساوي 2 في 2 ب 4 س تمام تمام. طيب لو انا عايز اوصل لدال ص دال س هضربهم في بعض لان ده هتروح مع دي، يبقى دال ص دال س تمام كده. طيب ماشي، هتساوي ايه؟ حاصل ضربهم يبقى دي 4 س في 2 عين زائد الواحد، يعني هتساوي 4 س في، طبعا الاثنين عين هضربها في دي، يبقى 2 في 2 يعني كانها 4 س تربيع، انا شلت العين اهي وضربتها في 2 زائد 1، يبقى دي كده قيمه المشتقه بتاعتي. فبيقول لي اثبت ان دال ص على دال س، يعني الكلام ده اهو لو ضربته في بعض 4 س في 4 يبقى 16 س اس 3، و4 س في 1 يعني 4 س تمام، ناقص دال عين دال س دال عين دال س اللي هي سالب 4 س، دي هتروح مع دي يا معلم، يبقى هيفضل لي 16 س اس 3 اللي هو عايزه اصلا كمان تمام. دي مسألة برضو سهلة وبسيطة جدا جدا. تعال نشوف اللي بعده يلا. رقم 11 ص بتساوي كذا وعين بيساوي كذا، تمام شغالين زي ما احنا. دال ص دال س دي جذر، يبقى 1 على 2 من الجذر، والبسط مشتقة ما بداخل الجذر اللي هو 2 س، طب ما تشيل الاثنين دي مع الاثنين دي، يبقى س على جذر 1 زائد س تربيع. طيب طب دي هتبقى دال عين دال س، 2 في 3 يبقى 6 س، لو ضربتهم في بعض لا دي دال ص دال س ودي دال عين دال س تمام كده، تمام. طيب انا عشان الوقت يا باشمهندس اوصل ل
هو قال لي ص في د ص د س، تمام. تعال نعوض كده، يبقى ص في وادي س وادي جذر 1 زائد س تربيع زائد د ع د س اللي هي بالنسبه لي 6 س. عايز اثبت ان الكلام ده بيساوي 7 س، تمام. مش دي ص؟ ايوه. طب ما ص اهي، طب ما تشيلها وحط مكانها جذر 1 زائد س تربيع. طب ما تشيل دي قصاد دي، هيفضل لك س زائد 6 س بيساوي 7 س. بس خلاص خلصت. اللي بعده رقم 12 بيقول لي الكلام ده دي ص، تمام. تعال نجيب كده الص شرطه او د ص د س، نزل الاس اكتب القوس وقلل منه واحد، تمام كده زي الفل. مشتق ما بدخل القوس اللي هو واحد. فبيقول لي اثبت ان د ص د س الكل اس 3، يعني الكلام ده اس 3. 3 اس 3 ب 27، والقوس ده اهو لما يبقى اس 3 يبقى 2 في 3 ب 6، يبقى دي كده القوس ده ناقص ص. خلي بالك ص اللي هي س ناقص 5 الكل اس 3، لما اضربها في س ناقص 5 هتبقى س ناقص 5 الكل اس 4. في د ص د س اللي هي ده كمان، يعني هضربها في كمان 2 من ده، يعني ده بقت 6 وفي 3 كمان، بس كده. يبقى 27 ناقص 3 يعني 24 س ناقص 5 الكل ايه؟ الكل اس 6، تمام. فبيقول لي اثبت ان هي 24 ص تربيع. طب ما انا تعالى كده نجيب 24 ص تربيع، هتساوي 24 في س ناقص 5 الكل اس 3 الكل ايه؟ تربيع. يبقى تساوي 24 في قصين فوق بعض، يبقى س ناقص 5 الكل اس 6. دي مساله سهله جدا وبسيطه ومباشره. رقم 13 بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان الكلام ده هو بيساوي 8، اثبت ان د ص د س بيساوي س على ص الكل تربيع. طيب ماشي، ودي الص تكعيب الناحيه الثانيه اهي، تمام. وهنجيب ال 8 هنا، يعني بتساوي س تكعيب ناقص 8. اشتق وانت ماشي ازاي يا باشمهندس؟ نزل ال 3 يبقى دي 3 ص تربيع، بالنسبه ل س يبقى د ص د س. لما اجي اشتق ده هتبقى 3 س تربيع، صح كده؟ شيل ال 3 مع ال 3 هيفضل لك ان د ص د س، اقسم الطرفين على ص تربيع، يعني هيساوي س تربيع على ص تربيع، اللي احنا ممكن نكتبها س على ص وناخد الاس عامل مشترك عليهم بره، يبقى س على ص الكل تربيع، ويبقى انا كده مسالتي خلصت، تمام. رقم 14 بيقول لي اثبت ان د ص د س بيساوي سالب 1. تعالى كده نشتق واحنا ماشيين، ركز لي بقى. هشتق وانا ماشي، هنزل الاس اللي هو 3 واكتب القوس اللي هو س زائد ص الكل اس 3. فمشتقة ما بدخل القوس، مشتقة الس بواحد ومشتقة الصاد بدال صاد دال س، الكلام ده هيساوي كام؟ هيساوي صفر، تمام كده؟ تمام. لا خلي بالك احنا غلطنا غلطة كمان وحشة. ليه؟ ادي التلاتة وادي س زائد ص الكل اس 2 مبدئيا، دي مبدئيا. طيب بعد كده مشتقة الس بواحد لازم نكتبها، زائد مشتقة التاني اللي هو دال صاد دال س، تمام كده؟ الكلام ده بيساوي صفر المفروض، تمام؟ طيب طبعا 3 مضروبه في حاجه بتساوي صفر يا باشمهندس، يعني ملهاش لازمه، لان لو قسمنا عليها الطرفين هتبقى بالنسبه لي عادي جدا. وهنا بالنسبه لي 1 زائد ص د ص د س، فبيقول لي اثبت ان د ص على د س بتساوي سالب 1، تمام كده؟ تمام. طيب انا مبدئيا الس زائد ص الكل تربيع، اي حاجه تربيع دايما عدد موجب، تمام؟ تمام. وممكن ان هي دي بالنسبه لي هتبقى حاجه تربيع. طب يا باشمهندس هي ممكن تبقى بصفر؟ لا عمرها ما تبقى بصفر. يبقى انا بالنسبه لي المقدار ده عمره ما يساوي صفر، يبقى بالنسبه لي المقدار ده اهو هو اللي ممكن يساوي الصفر. ما هو خلي بالك انت فاكر التحليل لما كنا بنقول س مثلا في س ناقص 2 بيساوي صفر، كنا بنقول ان ممكن الاول يساوي صفر او الثاني يساوي صفر. فانا بقول هل ده ممكن يساوي صفر؟ لا طبعا مش هيساوي صفر، ده اللي ممكن يساوي صفر. يبقى 1 زائد د ص د س بتساوي صفر، وده معناه ان د ص د س بتساوي سالب 1، بس كده. وما تطولش في المساله اكتر من كده، وده سؤال اصلا من الاخر مش هيجي لك، تمام؟ لان هو رياضيا كده ايه مش هيعتمد عليه قوي، تمام. رقم 15 بيقول لي اوجد قيمه س التي تجعل د شرطه س بيساوي 7 حيث د س بيساوي كذا. طيب ما تيجي نشتق كده واحنا ماشيين، يبقى د شرطه س ادينا اشتقتها، هشتق دي يبقى دي 7 وادي س ناقص 5 وقلل الاس 1 6، مشتق ما بدخل القوس اللي هو 1، تمام كده؟ تمام. هو قال لك ان د شرطه س بتساوي 7، يعني الكلام ده بيساوي 7، ادي 7 شيل ال 7 مع ال 7، فده معناه ان س ناقص 5 الكل اس 6 بيساوي 1. طيب خد الجذر السادس للطرفين، وخلي بالك الجذر زوجي يبقى موجب او سالب، يبقى س ناقص 5 بتساوي موجب او سالب 1، تمام كده؟ يبقى س ناقص 5 بيساوي موجب 1، ودي معناها ان س ب 6.
وسين ناقص 5 بيساوي سالب 1، ومعناها ان سين بيساوي سالب، لا موجب 5 وسالب 1 موجب 4، يبقى 6 وسالب 4 موجب 4، انا مصر ان هي سالب. المهم اللي بعده بيقول لي اذا كان ص بيساوي الكلام ده، وعندما س بيساوي 2 فان ص بيساوي 1 وده ص بيساوي ده س، عايز قيمه ا وباء. ماشي ماشي، بالراحه بالراحه. ص بيساوي 1 عندما س بيساوي 2، تمام. طب ما تيجي نعوض بيهم، يعني الص بتساوي الس ب 2، يعني ده هتبقى 2 ا زائد باء. طبعا الكل ده تربيع، وقال لك ان ص ده كمان بواحد، يعني الكلام ده بيساوي 1. تمام تمام ماشي. وقال لك حاجة مهمة، إن د ص د س بيساوي 4، وخلي بالك د ص د س يعني هو اشتق، تمام كده؟ تمام. طب ما تيجي نشتق دي كده يا باشمهندس، هنزل الأس أهو 2 وأكتب 2 أ زائد الباء، وأقلل الأس 1 بقى 1، فمشتق في مدخل القوس اللي هو هيبقى بالنسبة لي الموجب 2، تمام كده؟ يبقى أنا بالنسبة لي ده أهي هتبقى 2 أ، حيث خلي بالك إن هنا المفروض أ وباء بالنسبة لي ثوابت، صح كده؟ بس احنا المفروض نشتق من اللي فوق مش من دي، نشتق من اللي فوق. تاني د ص د س هشتق في اللي اسفها س ده، فانا هشتق ده، ركز كده معايا، د ص د س هنزل الاس اللي هو 2 واكتب القوس اللي هو ا س زائد الباء، الكل تربيع، فمشتق ما بداخل القوس اللي هو هيبقى المعامل اللي هو ا. طب ما هو الالف هو ما قاليش اصلا، لا تمام كده، يبقى دي المضروبه في كام؟ في الالف، يعني ده هتساوي 2 ا في أ س زائد الباء، تمام كده؟ قال لك إن قيمتها بتساوي 4، يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي 4، هنا على الاتنين فيها الواحد، هنا على الاتنين فيها الاتنين، فطلع إن أ في أ س زائد الباء، وقال لك إن السين أصلاً بكام؟ السين أصلاً باتنين، يعني دي بالنسبة لي الاتنين بتساوي أ في 2 أ زائد الباء، تمام كده؟ تمام. طيب ماشي، مش دي 2 أ زائد باء في أ؟ طب ما أنا ممكن أقول إن 2 أ زائد الباء هقسم الطرفين على ألف، يعني بتساوي 2 على ألف، وراح أعوض هنا، يبقى دي 2 ألف زائد باء، يعني 2 على ألف الكل تربيع بيساوي 1، يبقى 4 على الألف تربيع بيساوي 1، طالما حاجة بتساوي 1 البسط بيساوي المقام، يبقى ألف تربيع بيساوي 4، يعني الألف بموجب أو سالب 2، تمام كده؟ طيب هو عايز قيمة الباء، تمام، عوض بقى في معادلة سهلة كده فيها الباء بالنسبة لي، تعالى نعوض في أي معادلة؟ في المعادلة ده أهي. لما الالف بموجب 2 هتبقى 2 على 2 دي فيها الواحد، ودي 2 الف يعني 2 في 2 بموجب 4 زائد باء بيساوي 1، ودي الاربعة يبقى الباء بسالب 3، تمام كده؟ طيب ماشي، لو الالف بسالب 2 يبقى ده سالب 4 زائد باء بيساوي سالب 1، ودي دي الناحية التانية يبقى الباء بموجب 3، يبقى الباء بموجب او سالب 3 والالف بموجب او سالب 2، تمام كده؟ تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي الربط بالحجوم، دي مسألة تطبيقات عادية جدا، بيقول لي ايه؟ بيقول لي يصب الزيت بمعدل 10 سنتيمتر مكعب لكل ثانية في برميل اسطواني، اسطوانة، خلي بالك اسطوانة، طول نصف قطر القاعدة 90، يعني انت معاك ان نصف قطر القاعدة بيساوي 90 سنت، هو عايز معدل ارتفاع الزيت في البرميل، تمام كده؟ تمام. طيب طيب الوقت عشان معدل يبقى انا محتاج زمن، تمام. طيب الوقت ان انا هفاضل مين؟ يعني انا هفاضل بالنسبة لمين؟ طبعا انا هفاضل بالنسبة للحجم. طيب حجم الاسطوانة بيساوي ايه؟ مساحة القاعدة اللي هي بالنسبة لدايرة في الارتفاع اللي هو عين. طب مساحة القاعدة اللي هو باي نقي تربيع في الارتفاع بتاعي، تمام كده؟ تمام. يعني ممكن نقول الحجم ده اللي هو ح، يبقى ح بيساوي باي نقي تربيع، يعني باي في 90 تربيع في العين اللي هو الارتفاع. طبعا هنا انا فاضل بالنسبة للزمن اللي هو نون، تمام كده؟ يبقى ده الح ده النون، خلي بالك انا بفاضل بالنسبة للنون، خلي بالك ان ده كده ضرب دالتين، تمام. بس خلي بالك برضو مش ضرب دالتين ولا حاجة، لا معذرة، ده ثابت، ده ثابت، يبقى انا فاضل ده بس، يعني هسيب الثابت ده زي ما هو 90 تربيع في باي في هنا دال عين دال نون، تمام كده؟ تمام. فهو قال لك بيصب زيت بمعدل 10 سنتيمتر مكعب لكل ثانية، ما خلي بالك هي دي دال عين دال نون، ليه؟ لان انا بالنسبه لي سوري ده الحاء ده النون، لان المعدل ده هو حجم وده هو زمن، انما هو مش الارتفاع، لا دي اللي هي دي، ليه؟ لانه بيقول لي يصب زب معدل 10 سنتيمتر مكعب، ودي وحده الحجم يبقى هي ده، والثانيه اللي هي وحده الزمن، يبقى انا هشيل ده واحط مكانها ايه؟ هشيلها واحط مكانها 10، يبقى ال 10 بتساوي 90 تربيع اللي هي بالنسبه لي كام؟ 1800 صح ولا 81000؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حط صفرين و9 تربيع ب 81، تمام كده؟ باي
في د ع د ن. خلي بالك د ع د ن دي هي اللي عايزها اصلا، تمام؟ شل صفر هنا مع صفر، يبقى بالنسبه لي د ع د ن بيساوي، ركز لي بقى كده يا باشمهندس، هنا دي 810 باي في البسط، فهتبقى في المقام، يبقى 1 على 810 باي بس كده. طبعا دي ارتفاع لزمن، يبقى سنتيمتر للثانيه، لان الارتفاع نسبته وحدته سنتي والزمن نسبته ثانيه، بس كده. هي كل المساله بس تفهم وحده التفاضل، على فكره هو ده التفاضل وده شغل التفاضل بتاعنا، الاشتقاق عامه يعني. تفهم ان ده حجم بالنسبه للزمن اللي هو المعدل ده، طب ارتفاع اهو اللي هو ده، تمام كده؟ تمام كده يا باشمهندس، يبقى الحمد لله خلصنا كل تمارين الدرس ده. لسه فاضل المستويات العليا، احاول باذن الله احلها لك، والوقت اتاخر جدا بس يعني ايه احاول احلها، هي تقريبا مش كبيره، كام سؤال مش فاكر والله، يعني هي صفحه او صفحتين كده، احاول احلهم باذن الله النهارده، وانزل لك بكره عشان ما نسيبش حاجه ورانا كده. يا باشمهندس وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى ان اكون قدرت افيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. هيت واستفدت، اشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا.